بالإشارة إلى ما تعرضت له جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة اليوم من انفجارات إرهابية متتالية خلال احتفالها بعيد الفصح، تهيب وزارة خارجية مملكة البحرين المواطنين البحرينيين المتواجدين بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية من أخذ الحيطة والحذر، وتدعوهم إلى الامتثال بالتعليمات حفاظا على سلامتهم. وللمساعدة يمكن للمواطنين التواصل مع سفارة مملكة البحرين بنيودلهي على الأرقام الظاهرة على الشاشة.